Bonjour, baccalauréat. Macon, Madame Maha, je suis à la page 49, unité 3. Anna, بالصفحة 49 من الوحدة الثالثة baccalauréat. بالمنهاج الحديث عم نعمل الكومبريهنسيون دو لورال. خلصنا الجزء الأول وهلا نحن في تتمة الكومبريهنسيون دو لورال، والدرس الجاي بنعمل اكسبريسيون. وصلت عند اكزرسيس بي بعد ما قريت التكست. إذا بنتذكر التكست لازم نتذكر عن شو كان. عن إذا طلعنا في الإيماج بنشوف عندنا الفوتو هون، ان كوريسبوندون دي سالونيي، نو سوم دونز ان سالون كولتوريل. نحن في صالون ثقافي. ذكرنا أكيد الحوار ورح نرجع نقرأ. وعندي بالإكزرسيس بي عم يقول إكوتي بوي كوشي فغي أو فو، اسمع الحوار ثم ضع إشارة عن صح وخطأ. أنا إذا بدي حل هيك تمرين، أي تمرين بدي حله عن نص، لازم أكون أريانته ومأشرة عليه على النص الشغلات الهامة فيه، الكلمات الأساسية لحتى ألاقيها كلها بالجواب وما أتعذب. وخاصة لما بجي للسؤال الأول وبشوف on vient d'entendre un reportage، لقد سمعنا تقرير صحفي. أنا ما بعرف شو هو التقرير الصحفي، لازم أرجع لنصي أشوف شو بيعني تقرير صحفي. نقرأ ونشرح مع بعض. لو كوريسبوندون كان عندنا مراسل صحفي عم يقول شير زوديتور بونسوار، أعزائنا المستمعين مساء الخير. إذا عندي أنا أوديتور يعني بريزنتاتور، المراسل الصحفي هو بالراديو لأنه مستمعين. دي رنكونتر دي إشانج إي دو تالون. Sous cette devise se termine le premier jour de la semaine culturelle du salon du livre francophone. إذن أنا بدي أحط إشارة عند أول شيء نحن معنا مستمعين auditeur. بعد la devise يعني شعار السالون هو des rencontres, des échanges et du talent. هو لقاءات محادثات وموهبة. هذا شعار الصالون الثقافي. انتهى فيه se termine le premier jour. نحن كثير كان المعلومات اللي بأشر عليها بلاقيها بالأسئلة. كان هذا أول يوم de la semaine culturelle du salon du livre francophone. إذا كان هو انتهى اليوم الأول من الأسبوع الثقافي، اليوم الأول. Pour en savoir plus, معرفة المزيد et reconnaître des activités ou حتى نتعرف على نشاطات et des participants والمشاركين de ce salon culturel لهالمشاركين بهالصالون أو هالمنتدهات. J'ai l'occasion de parler avec trois de ses membres les plus fidèles. أنا التقيت مع ثلاثة من أعضاء، ثلاث أعضاء اللي بترددوا كتير على هالنادي. إذن أنا هذا سالون كولتوريل وأنا هلا بدي أقابل ناس. بوغيفو نو دوني، وهذا كان سؤال، وبتقدروا تعطونا اون ايدي سور سو سالون اي سي مومبغ، عن هالسالون وعن أعضائه. إذن أنا أكيد جو سوي دوفون ان روبورتاج. شو بيعمل التقرير الصحفي؟ شو بيعمل فيه الصحفي؟ التقرير الصحفي هو مراسل بينزل على المكان، أي مناسبة بتحصل بيحضر، بيعمل لقاءات، بياخد كلامهم، بيروح على الإذاعة أو التلفزيون أو على الميديا بشكل عام، صحافة، مجلات، جرايد، بكتب الشيء اللي عملوا، شو الأسئلة اللي سألون وشو الإجابات اللي أجدوا. هي هذا هو الغبورتاج. خلينا نركز منيح على التيب دو تكست أو لجانر دو تكست أو لسورت دو تكست. شو ما كان السؤال، المهم أنا لفورم دو تكست شو هو. إذن هو غبورتاج، تقرير صحفي. كل ما بيجيني نوع معين بحفظه لأنه رح يجيني بالشيء اللي مر معي، ما رح يجيني شيء ما لي علاقة فيه وإنما شيء مرأ معنا أثناء السنة. إذن هاي مواصفات الغبورتاج، لذلك أنا عدت قراءته لحتى نركز على النقاط الهامة. أول بيرسون بيقول له نسوم دي بويت. نحن هلا نشوف مين هنن رواد السالونية، مين هنن نسوم دي بويت، شعراء، جورناليز، صحفيين، إكريفان، كتاب، أون جينيرال بشكل عام، جون ليتري، ناس مثقفة، فام، نساء،
hommes ou rigel, célèbres ou moins célèbres, mashourin ou moins mashourin. Ce sont les membres de ce salon culturel. On se rencontre régulièrement chaque semaine. Nelteï, 20 ans que le soir, ils ont la fréquence. تواتر تواجد هو شاك سمين اون فوا بار سمين مرة بالاسبوع نوتخ جو بوغ لي ليتر حبنا للادب اي نوتخ باسيون وتعلقنا بوغ لي كيستيون دو سوسيتي سو تروف ميلي دان سيت اسباس فافورابل ا لوفيرتور ديسبري اذا حب اللي جمعهم هو حب للادب وتعلقهم بامور المجتمع كلها انجمعت في هذا المكان اللي فيه انفتاح فكري. Deuxième personne, Joël, vous pouvez dire, peut-être de tout, les salonniers, nous sommes un salonnier, Rouad, le salon, une élite, une nukhbe, qui favorise, tu chadja, une discussion, un nikhash, nikhash, ils ont choubé sur le salon culturel, une discussion de face à face, et le salon culturel, ou le salon al-saqafi, là, nous obtenons, تعريفه est un espace démocratique هو مكان ديمقراطي et d'échange للمحادثات ou des débats والحوارات public العامة qui se base التي ترتكز على le respect mutuel الاحترام المتبادل et la liberté d'expression وحرية التعبير. هذا هو تعريف la définition du salon culturel. Alors, cette liberté d'expression ne mène pas à des disputes. طيب هل الحرية التعبير هي لا تقود إلى خلافات؟ Non. Malgré la différence, رغم الاختلاف et le désaccord والخلاف والخلاف الاختلاف والخلاف الظاهر entre nous بيناتنا, on a développé طورنا un art de conversation فن محادثة poli راقي et de discussion argumentée وحجج مقنعة. Donc, madame, Izan, عندي هوني résultat natigé. Les membres s'engagent à montrer الرواد, الأعضاء, بيخوضوا, بيحاولوا يظهروا de belle manière. Izan, la définition de belle manière. شو تعريف البelle manière أدب سلوك هي développer un art de conversation, تطوير فن محادثة راقي et de discussion argumentée وحجج مقنعة. طبعا أشيل الأكسان من هون وحط إخ حتى يصير infinitif. Développer, إذن, les belles manières sont développer un art de conversation poli et de discussion argumentée. Évidemment, طبعا, et pour les activités. هلا بدنا الأكتيفيتي. وجهنا على الاكتيفيتي هذول كلهم بيجوني اسئله. Est-ce que votre salon se contente toujours de la littérature et des livres comme le cas d'aujourd'hui? هل نشاطاتكم تقتصر فقط يعني النشاطات فقط الادب والكتب مثل الحال اليوم؟ قال له tout ce qui nous attire, كل شيء بيشدنا peut-être mis à table, بنطرح للبحث على طاوله الحوار. شو هن باقي النشاطات؟ les belles lettres, فنون الادب, la poésie, الشعر, la littérature, l'adab, le théâtre, le masrah, les arts, le fenoun, et même les sciences, ou hatta l'aloum. Ce sont les activités. Dans quel but, je veux l'adab, oui, mettre à table de discussion tout ce qui les attire. Il y a tout à la table de bahas, tout ce qui les attire. C'est le but, l'objectif. Excellent, allo mumtaz, bashkur ataikum. الوقت لي وبتمنى لكم التوفيق. إذا هلا بقدر بجاوب بكل بساطة. On vient d'entendre un reportage. Oui. On vient d'entendre un reportage. Les personnes interviewées sont des salonniers. هل كان الأشخاص المدعوين رواد صالون؟ Oui. Salonnier. Celui qui fréquente un salon culturel. L'interview se passe dans une bibliothèque. هل كان اللقاء ضمن مكتبة؟ Non, dans un salon culturel. Faux. L'action se passe à la fin d'une semaine culturelle. هل كان كانت حصل هاللقاء هذا في نهاية الأسبوع الثقافي؟ Non, à la fin du premier jour, في نهاية اليوم الأول.
Le sujet central de l'émission est le livre francophone. هل كان الموضوع الأساسي للبرنامج هو الكتاب الفرنكوفوني؟ لا، نحكوا على الفرنكوفونية والكتاب الفرنكوفوني، بس ما كان هو الموضوع الأساسي، وإنما عن هذا السالون، عن السالون الثقافي بشكل عام. إذن هيك لما بدرس النص بشكل مفصل إجابتي بتكون سريعة وما بضيع وقت. فغي فغي فو فو فو. دابخي لو دوكيمون سونور، حسب التسجيل اللي سمعناه. بريسيزي، حدد لو جونغ دو سالون، سا ديفيز، سي مومبر، لا فريكونس، لي زاكتيفيتي، لو بوت. حدد نوعو. كيل لو جونغ دو سالون؟ كولتوريل. سا ديفيز، شو كان شعارو؟ دي رانكونتر، دي اشانج، اي دو تالون، لقاءات، محادثات ومواهب. سي مومبر، مين كانوا اعضاءو؟ انن الشعراء، دي بويت، دي جورناليست، دي سكريفان، دي جون ليتري، دي فام، دي زوم سيليبر او موان سيليبر. لا فريكونس، اون فوا بار سومين، شاك سومين، اون فوا بار سومين. لي اكتيفيتي، كيل سون لي اكتيفيتي؟ شو هي كانت نشاطاته؟ لا ليتيراتور، لي ليفر، لي بيل ليتر، لا بويزي، لو تياتر، لي زار، اي ميم لي سيونس. لو بوت، شو كان هدفه؟ كريي ان اسباس فافورابل ا لوفرتور ديسبري بور ميتر ا تابل دو ديسكسيون تو سي كي اتير لي سالوني. هذا هو الجواب. انا كيف باردو باردو من عندي هون بنزل كان النص اللي قريته بباج 60 61 و 62. ممكن النص التكست بنتقل بعد هذا كله بدليل المعلم، بنزل للريبونس على باج 64. فوالا لا ريبونس. اكتيفيتي سي، لو جونغ دو سالون هو صالون ادبي، شعاره لقاءات، محادثات، مواهب. أعضاء شعراء، صحفيين، كتاب، ناس مثقفة، نساء ورجال، مشهورين أو أقل شهرة. عدد مرات افتتاحه يعني حصوله هو كل أسبوع بانتظام ريغوليرمون. نشاطاته لا ليتيراتور الأدب، لليفر الكتب، الفنون فنون الأدب، الشعر، المسرح، الفنون وحتى العلوم. لوبيت هدفه هو خلق مساحة مناسبة للانفتاح الذهني لطرح على الطاولة أي نقاش، وعلى النقاش توسكي أتير لسالوني، كل ما يشد الرواد السالون. طبعا هاي تي طباعة غلط، خطأ مطبعي. نرجع لنصنا. إذن هنسسون لي ريبونس نكتبون هون. D'après le document, حسب التسجيل اللي سمعناه، que veut dire montrer des belles manières؟ ماذا يعني حسب النص اللي سمعناه هو آداب السلوك؟ ماذا يعني آداب السلوك؟ نرجع لنصنا لنشوف ماذا يعني آداب السلوك. ونحن أكدنا عليها وقلنا وقت اللي قلنا دونك إذن آداب السلوك هي فوق. Développer un art de conversation polie et de discussion argumentée. فن أدب السلوك هو تطوير فن المحادثة الراقية والنقاش المقنع. D'après le document, qu'est-ce qu'un salon culturel؟ حسب الشيء اللي سمعناه، ماذا يعني صالون ثقافي؟ نفس الشيء بنرجع للباج précédente. Salon culturel est un espace démocratique هو مكان ديمقراطي ديشانج للمحادثة والحوارات العامة ترتكز على الاحترام المتبادل وحرية التعبير. عم شوف كيف سهل كتير الإجابة لما بركز على النص بذاته. Enfin, BF, vous êtes membre de ce salon culturel. Présentez-le à vos camarades. انت عضو في هذا الصالون الثقافي، قدمه لأصدقائك. أنا كيف بدي أقدمه؟ بعتمد على هدول. التقديم بيكون أنه أعطي نوع الصالون، شعاره، أعضاؤه، مرات حدوثه، نشاطاته، هدفه. وأنا كتبت هون جماعة المعلومات اللي هون نفسها كتبتها هون وقلت شيخ كامغاد جسوي مامبر دون سالون كولتوريل سا ديفيز اي
des rencontres, des échanges et du talent. Les membres de ce salon sont des poètes, des journalistes, des écrivains, des gens lettrés, des femmes et des hommes célèbres ou moins célèbres. On se rencontre une fois par semaine. Quant à nos activités dans ce salon culturel, ce sont la littérature, les livres, les belles lettres, la poésie, le théâtre, les arts et même les sciences. Le salon culturel a pour objectif de créer un espace favorable à l'ouverture d'esprit pour mettre à table de discussion tout ce qui attire les salonniers. هيك جمعت كل المعلومات الموجودة ما جبت شي من عندي. زملائي الأعزاء، أنا عضو في صالون ثقافي شعاره لقاءات محادثات ومواهب. أعضاء هذا الصالون هم شعراء، صحفيين، كتاب، ناس مثقفة، نساء ورجالا مشهورين أو أقل شهرة. نلتقي مرة في الأسبوع. أما بالنسبة كانت بالته يعني أما بالنسبة بالده يعني عندما أو متى. أما بالنسبة لنشاطاتنا في هذا الصالون الثقافي فهي الأدب، الكتب، فنون الأدب، الشعر، هون لازم فاصلة، لتياتخ، المسرح، الفنون وحتى العلوم. الصالون الثقافي له هدف هو خلق مساحة مناسبة للانفتاح الذهني لوضع على طاولة النقاش كل ما يشد رواد الصالون الثقافي. J'ai fini la page 49. Inch'Allah, tu nous as fait tout. Mon adresse est qu'elle est ma compte. Madame, au revoir. À la prochaine fois. Bye bye.